يعني مش امر مستحيل. احنا نعمل على هذا الملف في الوزاره، وكنت قلت في السابق انه ما نقدرش نفتح الملف هذا وما طويناش عد الاثنين، يعني راح نفكر في عد الثلاثة بالأحسن، نستفيد من التجارب اللي عشناها في عد الواحد وفي عد الاثنين، وإن شاء الله الملف مفتوح وراح يكون يعني بطريقة أخرى. يعني احنا نشوف انه حتى الأسعار تاع يعني المواد البناء ارتفعت من صحيح. من 2013 2023 كل المواد الخرسانة ولا الإسمنت ولا يعني حتى اليد العاملة، يعني كل المواد ارتفعت. راح نفكر في طريقة انه حتى هذه الزيادات ما تقيسش بدرجه كبيره قيمه السكن، ولكن ان شاء الله انا يعني ديما نقول انه راح يكون الاحسن ان شاء الله. السيد رئيس الجمهوريه كان في زياره الى معرض المنتوج الجزائري، كان قال انه هذه الصيغه نجحت وهي مطلوبه من المجتمع الجزائري، ما نقدرش نستغنى عنها. يعني ان شاء الله فيها